سيكون نهارنا اليوم مخصصا للتسوق من نوع آخر، إذ سنتجول في شارع جينزا، هنا متاجر الأزياء الراقية والمنتجات التقليدية اليابانية، كما سنزور منطقة هاراجوكو التي يقصدها السياح من كافة أرجاء العالم للتعرف على تصاميم أزياء الشباب الياباني، ودائما في العاصمة طوكيو. هيا بنا. يوجد في شارع جينزا أشهر متاجر التسوق الفاخرة لدور الأزياء العالمية واليابانية، وتعد الكثير من الأبنية في هذا الشارع أو الحي تحفاً معمارية كبناء إرمس وبناء كوتش. وهنا أنصح بشراء قطع الأزياء النسائية والرجالية من هذا المكان، إذ قد يبلغ سعرها أقل نسبياً من المتاجر المماثلة لها في أوروبا وبعض البلدان العربية. ولا تنسوا إبراز جواز سفاريكم لاسترداد الضريبة قبل مغادرة اليابان. جينزا، where is it here? هاي. أوكي، أريغاتو. أريغاتو. لمحبي الرسم واللوحات الفنية، يعد حي جينزا المنطقة الأكثر كثافة في عدد جاليريهات العرض الفني في العالم، إذ يبلغ عددها أكثر من 300 جاليري في مساحة صغيرة، تعرض روائع فنية ثمينة من أعمال فنانين يابانيين يجسدون الفن التقليدي الياباني كالفخاريات ورسوم الحبر الصيني. من هذه المنطقة تنطلق سرعات الموضة التي تشتهر بها فتيات اليابان. منطقة هاراجوكو تحوي شارع تاكيشتا الذي يعتبر عاصمة الأزياء للمراهقين والمراهقات هنا في آسيا، ويمكن السير فيه ومشاهدة المحلات الزاهية على جانبيه. أنصح بالتجول في شارع أوموتي ساندو أو شانزليزيه طوكيو كما يسمى هنا، والتمتع بمناظر أشجار الزيلكوفا اليابانية الفريدة. ليث بزاري، العربية، طوكيو، اليابان.